فرعون من أبواب من مسائل باب الرهن. بعده باب يعني التفليس. التفليس معناه لغة النداء على المدين. الآتي وشهره بصفة الإفلاس. نعم. القاضي ينادي على المدين بالإفلاس، هذا معنى التفليس. فإذا حكم القاضي وإعلانه بالإفلاس. إفلاس هو مأخوذ من الفلوس. الفلوس هو أخص الأموال، أخص الأموال، هذا معنى التفليس لغة، يعني هذا بمعنى نسبة الإفلاس إلى رجل. لكن شرعا هو يعني حجر الحاكم على المدين بشروطه الأتية. حجر الحاكم، حجر يعني منع الحاكم من التصرف، هذا هو. فإذا يمنعه من التصرف. أصله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر على معاذ رضي الله عنه وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه. هكذا حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله عنه، كان عليه دين، فإذا هجر عليه وباع ماله وقسمه، هذا هو. ثم بعده المفلس. التفليس ذكرنا معناه. من هو المفلس؟ المفلس من عليه دين لآدمي حال زائد على ماله، هذا هو ما تعريف المفلس شرعا. إذن ما معناه لغة؟ لغة المفلس يعني من صار ماله خلوص. لو قالوا أفلس فلان يعني صار ماله فلوس. فلوس يعني ذكرنا عرض الأموال، عدوان الأموال. لأجل ذلك يطلق المفلس بمعنى معسر أيضا لغة. معسر أو يعني من صار ماله فلوس. هذا الفلوس في المفلس في الدنيا، أما المفلس في الآخرة ليس هذا، بل المفلس في الآخرة كما ورد في حديث من يعني تعطى حسناته لسيئاته، من تعطى حسناته لسيئاته، هذا هو المفلس في الآخرة. نعم المفلس شرعا من عليه دين لعدمه حال زائد. لماذا ذكر دين لعدمي؟ أما لو كان عليه دين لله تعالى لا يكون مفلسا، لكن فيه خلاف، هل يكون مفلسا أو لا، هل يحجر عليه أو لا يحجر عليه. يعني لو كان الدين عليه دينا فوريا، دينا لله تعالى، لو لم يكن فوريا فلا يكون مفلسا، بل لو كان فوريا هل يكون مفلسا يحجر عليه او لا يحجر عليه، فيه خلاف. نعم. فاذا هذا قدر اتفاق، دين لآدمي ثم هذا دين حال، وكذلك هو زائد على ماله، زاد على ماله، مال يعني اي مال هذا؟
مال الذي يتيسر الاداء منه فقط. فاذا لو كان له مال على رجل وهو معسر فلا يعتبر، او ان له دين على رجل غني ملي لكن هو ينكر، فهذا الرجل ليس عنده بينة، فإذا لا يمكن الأداء منه بسهولة، وهذا المال لا يعتبر، بل ماله يعني الذي يتيسر الأداء منه، أداء الدين منه، هذا هو المفلس. ماذا حكمه؟ هذا الذي يذكر بعده، يحجر عليه بطلبه الحجر على نفسه أو بطلب غرمائه. نعم، من يحجر عليه الحاكم يعني يعلن بالحجر، الحجر بمعنى المنع من التصرف. نعم، فإذا هذا الرجل بعد ذلك لا يتصرف بشيء كما سيأتي. نعم، ماذا يترتب على الحجر؟ الحجر بطلب، هذا حاكم يحجر عليه إما بطلبه، هذا المفلس هو طلب الحاكم، أو طلب غرمائه، غرماؤه طلبوا أن يحجر الحاكم عليه هكذا من جانبين، بعد الطلب يحجر عليه. لو لم يكن هذا طلب أصلا لا يحجر عليه. ثم وبالحاجر يتعلق حق الغرماء بماله. لو حجر عليه إما بطلب نفسه أو بطلب غرمائه، أيا كان يتعلق حق الغرماء بماله. لو تعلق حقه بماله يعني عينا، حتى الآن كان في ذمته، بعد الحجر تعلق حقه بماله يعني بعين ماله. لو تعلق بعين ماله حقا أو حق الغرماء بعد ذلك لا يجوز له ولا ينفذ تصرفه في هذا المال، فلا يصح تصرفه، تصرف من؟ تصرف المفلس فيه في ماله بما يضرهم، بما يضر الغرماء، مثل ماذا؟ كوقف وهبة، ولا بيعه ولو لغرمائه بدينهم بغير إذن القاضي. فإذا هل يجوز له بيع هذا المال لغرمائه؟ لماذا يبيع لغرمائه بدينهم يعني بمقابلة دينه؟ هذا ليس بجائز إلا بدون إذن القاضي، لو أذن القاضي فسوف يصح، ويصح إقراره بعين. فإذا تصرفات الضارة للغرماء ليس بجائزة، أما تصرفاته ليست بضارة للغرماء فهي جائزة. مثاله هذا إقراره بعين، يعني هو أقر أن عليه لفلان عين كذا، عين يعني مال معين بعين أو دين، لكن هذا الإقرار أسند وجوبه لما قبل الحجر. لو أسند وجوب هذا المال بسبب قبل الحجر، فإذا لو أسند إلى سبب بعد الحجر لا يصح. لماذا؟ بعد الحجر لا يصح تصرفه، ويبادر قاضي. هكذا لو تم الحجر ثم ماذا يجب على القاضي على الحاكم؟ هذا الذي يقول ويبادر قاضي، قاضي يعني قاضي بلد المفلس، ببيع ماله يبيعه، ولو مسكنه أيضا أو خادمه، كل ماله يبيعه بحضرته مع غرمائه، يعني بحضرة المفلس مع حضرة غرمائه جميعا ثم يبيع. فإذا أولا القاضي يحضرهم جميعا ثم بعد ذلك يبيع ماله. وقسم ثمنه، وقسم ثمنه يعني يقسم ثمن المال بين الغرماء، كيف يقسم بينهم عليهم؟ هذا بنسبة فقط، هناك يكون مزاحمة، فنسبة ديونهم وتمليكه لهم بذلك إن رآه مصلحة. فإذا هذا المال
سبقان بينا هذا دين زائد على ماله، لذلك لا يمكن إيفاء جميع ديونهم من هذا المال بل ينقص بشيء. فإذا هذا النقصان يأتي في حق جميع الغرماء، هذا معنى قولهم يعني بنسبة ديونهم، يعني كبيع مال ممتنع من أداء حق وجب عليه أداؤه. وهذا الحكم يعني مبادرة القاضي، مسارعة القاضي ببيع ماله وتقسيم ثمنه على الغرماء، نظيره بيع مال ممتنع. فإذا رجل هو ممتنع هو أبى أن أداء حق وجب عليه أداؤه، هو يبيع القاضي، فإذا عند الامتناع هذا رجل ممتنع فقط ليس مهجورا عليه، الأول هو مهجور عليه، هذا فرق بينهما. يجب عليه أداؤه، لماذا يجب عليه أداؤه؟ وجب عليه ليساره وطلب صاحبه له، هكذا ذكر في فتح الجواب. فإذا هذا الرجل الممتنع هو موسر، ثم صاحب الحق طلب هذا الحق، بعد ذلك هو امتنع عن أداء الحق فإذا يبيعه. ثم ولقال إكراه ممتنع من الأداء بالحبس وغيره من أنواع التعزير. ولكن بين هذين الرجلين فرق، المهجور عليه ماذا يفعل؟ يبيع ماله عليه أو يوزع ثمنه بين الغرماء، أما بالنسبة إلى الممتنع ليس هذا معينا بل هذا جائز فقط، يعني بيع ماله ثم أداء حق من وجب عليه حقه، هذا أداء الحق يكون جائزا فقط. لذلك قال ولقال، لهذا القاضي يجوز ماذا؟ إكراه ممتنع. من ممتنع هذا؟ ممتنع أن أداء حق وجب عليه أداؤه، إكراهه من الأداء. كيف يكره؟ بالحبس، يعني قاضي يحبسه حتى يؤدي هذا الحق، هذا أيضا جائز. أما في المهجور عليه هذا ليس بجائز، بالحبس وغيره من أنواع التعزير. سيأتي في باب التعزير بأي شيء يجوز التعزير، وإذا هذا القاضي يفعل به نوعا من أنواع التعزير حتى يؤدي حقه. ويحبس مدين مكلف وحد له المال لا أصل، وإن على من جهة أب النوم بدين فرعه. هذا يحبس مدين مكلف وحد له المال، هذا المدين له مال. ثم فإذا الأصل هل يحبس لأداء دين فرعه؟ مدين يحبس لأداء دين لأداء دينه، نعم دينه، لو كان مال معلوم عنده معهود عنده، لكن الأصل لا يحبس لأداء دين فرعه. وإن على أصل إما أب أو جد أو هكذا من جهة أب أو أم أيا كان، جد من الأم أو جد من الأب بدين فرعه، خلافا للحاوي كالغزالي رحمه الله. إذن هما قال في الحاوي الماوردي، كذلك الإمام الغزالي قال يجوز. لماذا لا يجوز على الراجح حبس الأصل لأداء دين فرعه؟ لأنه عقوبة، هذا الحبس هو عقوبة، ولا يعاقب الوالد بالولد، هذا هو، ولا يعاقب الوالد بالولد، هكذا قاعدة. هذا الدين سواء كان، يعني دين الفرع سواء كان دين النفقة أو غيرها، هكذا عمم في النهاية والمغنين. وإذا ثبت إعسار مدين لم يجوز حبسه ولا ملازمته. فإذا هذا مدين معسر
يعني والذي سبق مدين موسر، ذكرنا في المندني أيضا هو موسر. ثم لأن عنده مال. ثم بعده قال يحبس مدين مكلف عهد له المال. فإذا لو كان المدين معسرا مفلسا هل يحبس؟ لا يحبس. هذا الذي يقول وإذا ثبت إعسار مدين لم يجز حبسه. عند من ثبت؟ ثبت عند القاضي. نعم. ثم لا يجوز حبسه للقاضي، لا يجوز حبسه ولا ملازمته، يعني لا مطالبته. يطالبه يكره لما لبيع ماله وأداء دينه هكذا، هذا لا يجوز. بل يمهل. ثم ماذا يفعل به؟ يمهل يعني من غير مطالبة، حتى يوسر، حتى يكون موسرا. وللدائن ملازمة من لم يثبت إعساره. لو ثبت إعسار المدين لا يجوز مطالبته، يعني مطالبة الدائن لهذا المدين بأداء دينه. لكن لو هذا المدين لو لم يثبت إعساره عند القاضي هذا جائز، هذا مفهوم مما سبق، هو صرح فيما بعد. وللدائن ملازمة من لم يثبت إعساره ما لم يختر المدين الحبس. هذه هي الملازمة متى؟ لو لم يختر المدين الحبس، يعني لو اختار الحبس فيجاب إليه، يجاب إليه يعني قال يحبسه. نعم. هذا ملازمة. ما معنى الملازمة؟ مطالبة، يعني يلازمه بدون مفارقته ويمشي معه في جميع الأوقات فيجاب إليه. وأجرة الحبس وكذا الملازم على المدين. فإذا عندما يحبس في بعض الأحيان يجوز للقاضي هذا الحبس، فإذا أجرة الحبس على من؟ على المدين، يعني ليس في مال المسلمين أو ليس في بيت المال، وكذلك ليس على الدائن بل على المدين نفسه. نعم. يعني هذا فعله هو الذي أدى إلى حبسه، لأجل ذلك الأجرة عليه. فإذا أجرة الحبس، أجرة أي شيء للحبس يحتاج إلى مكان، فهذا المكان ممكن يكون مستأجر، وكذلك ممكن يحتاج في حبسه عامل خادم يستأجر، فهذه هي الأجرات كلها. كذلك الملازم، ملازم يعني فهذا الدائن يلازمه، فإذا نفقته على من؟ نفقته على المدين، على المدين يعني في ماله. هذا لو كان له مال، وإلا يكون على مياسير المسلمين هكذا. ثم وللحاكم منع المحبوس الاستئناس بالمحادثة وحضور الجمعة وعمل الصنعة إن رأى المصلحة فيه. ولا يجوز للدائن تجميع المدين بمنع الطعام كما أفتى به شيخنا الزمزمي رحمه الله تعالى. نعم. إذن الحاكم عندما يحبس كيف يحبس؟ وهذه الأمور جائزة في اللبس، الاستئناس من محادثته. فإذا هو لا يتحدث مع الآخر بل يقطع وسائل المحادثة مع الآخرين. فإذا هو يقطع يعني إذن الزائري. نعم. لا يأذن الحاكم زيارة المحبوس، وكذلك لا يسمح له بجهاز الوسائل الإعلامية. نعم. هكذا ثم يقطع كل الوسائل للمحادثة، كذلك يمنعه من حضور الجمعة أيضا.
وعمل سنتي. إن رأى فيه مصلحة هكذا ذكر، فإذا لو لم ير فيه المصلحة فلا يجوز، يعني منع الاستئناس، وكذلك منع حضور الجمعة ومنع يعني عمل السنة، كل هذا ليس بجائز إلا إن رأى المصلحة فيه، لو رأى في المنع مصلحة يجوز، فلا يجوز للدائن، يعني الدائن يطالب يعني يلازم المدينة، عندما يلازم المدينة هل يمنع الطعام؟ لا يمنع الطعام بل يعطي الطعام، هذا الذي قال ولا يجوز للدائن تجويع المدينة بمنع الطعام كما أفتى به شيخنا الزمزمي رحمه الله تعالى، ويجوز لغريم المفلس المهجور عليه أو الميت الرجوع فورا إلى متاعه إن وجد في ملكه. ثم غريم، غريم مفلس حجر عليه، أو يعني هذا يعني غريم الميت هو مات، غريم الميت يعني المفلس الميت، ومال هذا الغريم باق عنده بعينه بدون أي تغيير، إذن ماذا يفعل؟ هو يأخذه بسرعة، هذا الذي قال يجوز لغريم المفلس المهجور عليه أو الميت، ماذا يجوز له؟ الرجوع فورا، يعني أخذه فورا، يرجع فورا إلى ما إلى متاعه إن وجد في ملكه، في ملك من؟ في ملك المفلس، هذا المتاع يوجد بعينه فإذا يأخذه، ينبغي أن يأخذ فورا، لو كان يأخذ يأخذ فورا، فإن أخر يفوت هذا الجواز، ووجد في ملكه كيف وجد؟ ولم يتعلق به حق لازم، بدون التعلق به حق لازم بقي، عندئذ يجوز، لو تعلق به حق لازم لا يجوز، نعم، والعوض حال، ثم يجوز بهذا الشرط، والعوض حال، فإذا لو لم يكن العوض حالا فلا يجوز، بهذا الشرط يجوز. ثم وإن تفرخ البيض المبي، البيض المبيع، نعم، ونبت البذر المبيع، واشتد حب الزرع المبيع، هناك يوجد يعني مبيع مبيع، وإن تفرخ البيض المبيع، هناك يوجد المبيع، ثم بعده ونبت البذر فقط، والبذر المبيع فقط، فاشتد حب الزرع هنا قال نعم، لأنها حدثت من عين ماله، فهذا غاية للجواز. وإن تفرخ البيض، يعني هذا رجل باع بيضا أو بذرا أو يعني حب زرع لرجل، ثم بعد ذلك هذا المشتري صار مفلسا وحجر عليه، عندئذ ماذا يجوز لهذا البائع؟ يجوز أن يأخذ هذا الشيخ، فإذا لو تفرخ البيض هل يجوز؟ هو باع يعني بيضا، لكن الآن هذا صار فروخا، يجوز، أو يعني هو باع بدرا لكن الآن يعني هو نبت، أو يعني اشتد حب الزرع لا يفسد بعده، هنا قبل ذلك كان يفسد لكن هو فعل به يعني بعض الأفعال لذلك صار مشتدا، معناه لا يفسد بطول البقاء، هكذا لو تغير أيضا يجوز له الأخذ، وهذا غاية لجواز الرجوع، لماذا يجوز؟ لأنها حدثت من عين ماله، فروخ من هذا البيل،
فكذلك هذا نبات من نفس البدر هكذا لأجل ذلك جائز ويحصل الرجوع من الباء ولو بلا قال بنحو فسخت ورجعت في المبيع يعني بقول يحصل الرجوع من الباء بقوله لا حاجة إلى إذن القال بدون ذلك يستقل بقوله بقوله يحصل لا بنحو بيء وعتق فيه يعني هو أخذ وباعه هل يعتبر رجوعا؟ لا يعتبر رجوعا إذن بفعل بيء وعتق لا يعتبر رجوعا بل هذا يثبت الرجوع بقوله.